إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فحديثي في هذا اليوم عن حق خامس من حقوق التي أوجبها الله علينا، ألا وهو حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة هم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه وماتوا على ذلك. صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد ذلك فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه وإقامة دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. My khutbah today is regarding the fifth right in Islam, which is the right of the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The companion are those who saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, believed in him, followed him, and died on that. The companions of the Prophet are people that were chosen by Allah to be the supported of his Prophet and to uphold the religion. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, as in, he narrated in the Musnad from Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, said Allah the Almighty looked at the hearts of his servants. So he saw the heart of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the best of people's hearts. So he chose him for himself and sent him with his message. Then he looked into the hearts of his servants after the heart of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he saw the hearts of his companions were the best of people's hearts. So he chose them to be the supporter of his Prophet and to establish his religion. Ashab Muhammad صلى الله عليه وسلم هم الرجال
كما وصفهم ربهم عز وجل فقال سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. The companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم are the men as was prescribed by Allah عز وجل in the ayah that can be translated more or less. When the believers saw the Confederate forces, they said, that is what Allah and His Messenger had promised us. And Allah and His Messenger told us what was truth. And it only increased their faith and servitude. Among the believers are men who have been true to their covenants with Allah the Almighty. Of them are those who fulfilled their vows, and others are waiting, but they do not change their determination. Also, Allah the Almighty in Surah An-Nur, in the ayah, can be translated more or less, in houses where Allah has permitted to be raised in honor and for His name to be remembered. He is glorified in them in the morning and evening by men whose business or selling do not distract them from remembering Allah, upholding prayer and giving zakah. Ashabu Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam هم الصادقون كما وصفهم ربهم جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. The companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam are the truthful, sincere, as that described by Allah in one of the verses, more or less the translations. The believers are those who believe in Allah and His Messenger, never doubt, and have striving with their wealth and selves for the sake of Allah. They are the sincere, truthful one. In another verse, Allah the Almighty said, more or less, to the poor immigrant who were expelled from their houses and wealth, seeking the grace and pleasure of Allah and supporting Allah and His Messenger. Those are the sincere, truthful ones. Ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hum khayrun nas. Qala Allahu azza wa jal: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Wa akhraj al-Bukhari
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. The companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم are the best people after the messenger sallallahu alayhi wa sallam. Allah the Almighty in Surah Al-Baqarah, in the verse that can be translated more or less, you are the best people that ever raised up for mankind. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as Imam Bukhari narrated from Abdullah ibn Mas'ud, he sallallahu alayhi wa sallam said, the best of people are my generation, then those who come after them, then those who come after them. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في مجال الخير عامة وفي محبتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. فهذا سعد يوم بدر، يوم أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قام وقال: يا رسول الله امضي بنا حيث أراك الله، فنحن معك والذي بعثك بالحق. لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل. وهذا أبو طلحة الأنصاري يوم أحد، يوم أن انهزم الناس عن رسول الله، وقف محجوبا بحجفة له، أي بدرع من جلد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة الأنصاري راميا فذا كسر في يديه قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر بجعبة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. وكان صلى الله عليه وسلم يشرف أن ينظر إلى الأعداء، إلى القوم، فقال أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله لئلا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. The companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم, they have set for us the most amazing example in all aspects of general good, and in loving and in aiding the Prophet in special. Here is Sa'd ibn Mu'adh. In the day of Badr, he stood up and said, O Messenger of Allah, lead us to anywhere that Allah ordered you to do or to go, we are with you. By the one who sent you with the truth, if you marched with us through this sea, we will go for you. And not a single one would back away. And Abu Talha al-Ansari, in the day of Uhud, when the people left the messenger sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talha was in the front of the Prophet, shielding him with his leather shield. And Abu Talha was a successful archer who used to shoot violently. He broke two or three arrows bows. And if somebody passed by with a quiver of bows, the Prophet would say to him, give it to Abu Talha. The Prophet would raise his head to look at the enemy. Abu Talha would say, Ya Rasul Allah, don't raise your head. Maybe an enemy arrow might hit you. My neck would be struck than yours. حقوق الصحابة علينا. أما الحق الأول فهو أن نحبهم وأن نذكرهم بكل خير
وأن نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق والخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأخرج أبو نعيم في كتابه الثقات قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن القول في أصحاب النبي فقد برئ من النفاق. وصدق والله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم واللفظ وأحمد واللفظ له من حديث أنس: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وفي رواية: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وأخرج الترمذي والبيهقي من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. The right of the companion over us, the first right, to love them and mention them in good term, and to hate those who hated them. Imam Tahawi, in his theology book, he said, we love the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and we do not neglect to love any one of them, nor we disavow any one of them. We hate those who hate and criticize them, and we only mention them in good terms. Loving them is part of religious commitment, faith, and ihsan, and hating them is disbelief, hypocrisy, and wrongdoing. It was narrated by Ibn Hibban in his book The Trustworthy, from the hadith of Ayyub al-Sistiani, may Allah have mercy upon him, who said, whoever loves Abu Bakr, then he uphold the religion. Whoever loves Umar, then he has cleared the path. Whoever loves Uthman, he has lighted by the light of Allah. Whoever loves Ali, then he has held on to the most trustworthy handhold. Whoever speaks well of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then he is innocent of hypocrisy. Our Messenger sallallahu alayhi wa sallam, as Imam Bukhari and Muslim and Ahmed narrated from Anas, loving the Ansar, the helper, the supporter who used to live in Al-Madina, is from faith, and despising them is from hypocrisy. In another narration, no one loves them except for a believer, and no one despises them except for a hypocrite. وأخرج ترمذي والبيهقي من حديث البراء that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, Allah, Allah, fear Allah regarding my companions. Do not make them the target of your attacks after me. Whoever loves me, then he loves
then he loves them on account of his, whoever loves them, then he loves them on account of his love of me. And whoever hates him, hates them, then he hates them on account of his hatred towards me. And who hurts them has hurt me. And he who hurts me has hurt Allah. And he who hurts Allah, Allah will punish him soon. أما من لعنهم وسبهم فشل لسانه وشلت أركانه وليبشر بلعنة الله عليه ولعنة ملائكته والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي. وقال في رواية عند البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وأخرج الحاكم والطبراني وصحح الحديث الألباني من حديث ابن عباس: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. As for those who curse them and talk ill of them, then may Allah cripple their mouths. The Messenger صلى الله عليه وسلم said, do not curse my companions. In another narration, do not curse my companions. By Allah, if one of you were to give in charity the equivalent of Uhud, the mountain of Uhud, in gold, it would not be equivalent to the deed of one of them or half of that. And Imam Tabarani wal Hakim from the Hadith Ibn Abbas said that our beloved Prophet said, whoever curses my companions, then to him is the curse of Allah, the angels, and all mankind. سأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الصحابة واتباع سبيلهم ومنهجهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, من حق الصحابة علينا أن نسلك سبيلهم وأن نتبع منهجهم وطريقهم, فإن سبيلهم سبيل النجاح, هو سبيل النبيين, ومنهجهم يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة تدعو المسلمين إلى اتباع نهجهم وطريقهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا أردنا أن يرضى الله عنا فلابد أن نتبع منهجهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي مقدمتهم وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah the Almighty, or the second right before that, is to follow the path of the companions and their methodology, because their path, their methodology is the path of the prophets, and their path has the happiness, or achieve the happiness of this worldly life and the hereafters. The verses in the Quran and the narration of the Prophet ﷺ, even the saying of the Sahaba, call upon the Muslim to follow the path
of the companions. From these verses, what Allah Azza wa Jal said in Surah At-Tawbah, the ayah can be translated more or less. And the first to embrace Islam of the immigrant and Ansar, the helper or supporter, and also those who followed them with Ihsan, Allah is well pleased with them, as they are well pleased with Him. So if we want Allah Azza wa Jal to be pleased with us, we should follow their path. And Allah Azza wa Jal in another ayah said, O you who believe, fear Allah and be with the truthful ones. And the first of the truthful are the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنَ السُّنَّةِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدٍ من حديث العرباض المشهور أن النبي قال العرباض وعظنا رسول الله موعظة بليغة سالت منها العيون أو ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وما أخرج مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونظر إلى السماء فقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. From the Sunnah to follow the path of the Sahaba, what was narrated by Abu Dawood and Ahmed from Al-Irbad, who said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us an eloquent reminder that made the eyes shed in tears and softened the hearts. We say, O Messenger of Allah, this is like farewell reminder. So he told us a will. He said, I commanded you to fear Allah, listen and obey, even if a servant rules over you. Those who will live after my death will see many disputes. I urge you to adhere to my sunnah and the sunnah of the rightly guided Khalifa. Imam Muslim narrated from Abi Musa al-Ash'ari and Buraida, wal hadithu 'inda Ahmad. He said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came out to us and raised his head towards the heaven and said, the stars are means of security for the heavens. When the stars leave, what was promised for the heaven will fall on it. I am the means of security of my companion, for my companion. When I leave this world, what was promised for my companions will fall on them, and my companions are means of security for my nation. And when my companions leave this world, what was promised for my ummah nation will fall on them. Abu Nu'aym said,
from the hadith of Abdullah ibn Mas'ud, whoever among you wishes to follow someone, let him follow one who has died, for the one who is still alive is not safe from tribulation. Those are the companions of the Prophet ﷺ. They were the best of this Ummah nation, the most righteous of heart, deepest in knowledge, and the most straightforward people who Allah chose to accompany His Prophet. So acknowledge their virtue, follow in their footsteps, and adhere as much as you can to their morals and religion, for they were following the right guidance. وأخيرا من حق الصحابة علينا أن نمسك عما شجر بينهم وذلك لأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل أثنى عليهم، وإذا أثنى الله عليهم فهم عدول. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ذكر أصحابه أن نمسك، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير وأبي نعيم من حديث عبد الله بن مسعود: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والأمر الثالث والأخير أن كثيرا ما نقل عما جرى بينهم كذب وافتراء من فرق الضلال والباطل، وما ثبت منه قليل والصحابة فيه مجتهدون متأولون مأجورون بإذن الله عز وجل. فأمسك لسانك ولا تتكلم عما شجر ودار بين الصحابة، واعرف قدرك إذا أردت أن تتحدث عن خير البرية بعد نبيهم، اعرف قدرك، فهم خير الناس، وحبهم من الإيمان، وبغضهم ولعنهم نفاق وكفر وطغيان. فلابد للأمة أن تدرك هذا الحق للصحابة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الوفاء بحقوقهم وبسائر الحقوق. Finally, one of the rights of the Sahaba is to refrain from what happened between them and speak well of them for different reasons. One of them, Allah Azza wa Jal has praised all of them. And if Allah Azza wa Jal praised all of them, so they are just and righteous, and they are the chosen one. The second reason, our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, if my Sahaba were mentioned, uphold. Don't speak about them. Don't discuss that. Third, the majority of the stories that were mentioned regarding what happened with the companions were not true. Big lies from the deviance group and from the people of false. And what was proved authentic is a few stories, and the Sahaba were mujtahidun that insha'Allah ta'ala will be rewarded. أسأل الله عز وجل to make all of us among those who fulfill the right of the Sahaba and the other rights. إن الله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا،
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، واهدهم صراطا مستقيما، وافتح لهم فتحا مبينا بقدرتك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا من عندك، وامددهم بجند من جندك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.